الطريقة الجديدة لبعض الحالات تضخم البروستات اللي بدون تدخل جراحي. طبعا هذه طريقة حديثة جدا ويتم استخدامها بشكل جيد. العملية استغرق ربع ساعة إذا سميناها عملية، منظار وبالخيوط يتم تصغير البروستات بدون خروج دم، بدون إزالة. وهذا العملية أو المنظار مفيد لحالات معينة. يتم الفحص بالسونار قبل المنظار، وإذا شخص يكون مناسب لهذا الإجراء ممكن يتم. ومن الأمور الإيجابية أن ما في عقم أو عدم خروج المني عن طريق هذا التدخل المنظار.